من كام يوم مشاهدينا نشرت إحدى المجلات العلمية دراسة مهمة جدا لمحبي وعشاق القهوة. يعني الدراسة بتقول لنا إنه في فوائد صحية للقهوة بشكل كبير جدا، خصوصا بالنسبة للكبد. الدراسة قالت كمان إنه شرب القهوة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الموضوع مع دكتور محمد عبد الوهاب، رئيس الجمعية العالمية للكبد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. بداية حابين نعرف تفاصيل أكتر حوالين هذه الدراسة. هل فعلا بشكل علمي تم إثبات أنه القهوة أو شرب القهوة مفيد لصحة الكبد؟ اتفضل دكتور محمد. والله صباح الخير، وشكرا على المداخلة. وأحب أقول لسعادتك وللسادة المستمعين أن أولا الكبد ده مصنع كبير مسؤول عن كل شيء في الجسم، عن معالجة السموم، معالجة البكتيريا، معالجة الأدوية، عن تصنيع حاجات كتير في الجسم. فهو مش عضو واحد، ده هو عبارة عن مصنع. صحيح. طيب نيجي للموضوع بتاع القهوة. علشان أقول هذا الكلام خاصة في للمصريين، لأن احنا مختلفين كتير قوي عن العالم، يعني لازم أعمل دراسة على عدد كبير من المصريين، من على الذكور، على الإناث، عن اللي عايشين في القرى، اللي عايشين في المدن. كمان لازم أعمل دراسة على الكبد المتليف، الكبد السليم، الكبد اللي ما يسمى بالدهني. مش هاجي أقول عشوائيا كده القهوة، إنما واضح إن الكبد اللي فيه مشاكل، أولا الناس اللي بياخدوا بيتعاطم اللي هو الكحوليات وهديله قهوة كتير، ممكن طبعا الكحول مع القهوة يؤثر على الكبد. الكبد المتليف ممكن، الكبد الدهني ممكن، إنما لم يثبت إن القهوة بكميات معقولة مضرة للكبد. ده الموضوع ده من آلاف السنين. احنا المصريين بيشربوا قهوة كتير قوي من زمان، ما إنما مشكلة الكبد مش مشكلة القهوة. إنما ممكن لو أجريت دراسة وتبقى دراسة قيمة جدا، أقدر أقول كم فنجان قهوة، ومين صحيح. اللي ياخد القهوة ومين اللي ما ياخدش، وهل القهوة مؤثرة ولا لا. صحيح، لأنها يعني بتختلف من شخص لآخر، ومن من من طبيعة جغرافية لطبيعة أخرى. طبعا إزاي الريف عن المدن، يعني إزاي بيتعاملوا مع القهوة كمشروب، يعني حتى عدد الفناجيل القهوة أو كوبات القهوة اللي بنشربها في اليوم الواحد. بس أنا عايز أسأل حضرتك كمان فيما يتعلق، يعني غير موضوع الكبد، هل الاعتقاد الشائع اللي بيتقال دايما إن القهوة بترفع الضغط، بتزود الضغط بشكل كبير، هل الكلام ده صحيح؟ بالنسبة للكبد ولا للضغط؟ لا طبعا الضغط، الضغط العام القهوة ممكن بترفع الضغط اكتر من فنجانين او ثلاثة. مادة النيكوتين دي والكافيين دي بترفع الضغط، ده مؤكد. فالمفروض فنجان او اثنين بالكثير في اليوم، وده مهم كمان للجسم، مهم للمخ، مهم للشرايين. انما اكتر من كده لا، بيبقى عكسي. يعني فكرة الإفراط بشكل كبير، الاعتدال أفضل حاجة، الاعتدال أحسن حاجة. والكبد كمان علشان أحافظ عليه يبقى فيه اعتدال في المشروبات، في نوعية الطعام، في كمية الطعام، في الأدوية، في المسكنات، في المضادات الحيوية. دي كلها عوامل بالإضافة اللي بتأثر على الكبد، يعني مش القهوة بس. طب يعني احنا لو اعتدلنا في كل شيء، أعتقد الكبد مش هيصاب، إلا لو عندنا بقى مشاكل تانية زي الفيروسات اللي اتحلت، زي الكحوليات، زي المضادات الحيوية بكثرة، المسكنات بكثرة. دي كلها عوامل لازم ناخد بالنا منها. حضرتك قلت لنا في أول المداخلة إنه الكبد مش مجرد عضو، يعني من أعضاء جسم الإنسان، هو مصنع، يعني مصنع كبير داخل جسم الإنسان. طبعاً. إزاي دكتور نحافظ على هذا المصنع، على حيويته وعلى صحته؟ ما هو حضرتك، أنا في مجمل الكلام أنا قلت الكلام ده. أي حاجة بناخدها عن طريق الفم
او عن طريق الوريد بتروح الكبد اولا، بتعالج في الكبد. فلما انا ادي مسكنات كتير دي كلها بتاثر على خلايا الكبد لانها بتمتص في الامعاء على الدوره البابيه، بتروح على خلايا الكبد علشان تعالج. باخد مضادات حيويه، باكل نشويات كتير، دهون كتير، دي كلها بتروح. بشرب كحوليات، دي بتروح مباشره على المصنع اللي هو الكبد. طبعا دي بتاثر على كفاءه الكبد وممكن تدمر خلايا، ممكن ترسب دهون بكثره في الكبد تؤثر على وظائف الكبد وتحوله الى كبد ليفي. فهو المشكله ان احنا نعتدل وما ناخدش ادويه كده هبهزر من نفسنا، اولا نوعيا وكميا، ولازم تبقى ب يعني اشراف طبيب او بريسكريبشن او طبيب اللي كتبها او اللي وصفها. انما احنا عمالين على بطال، هات لي مسكنات، هات لي مضاد حيوي، هات لي كوكتيل، هات لي مش عارف الثلاثيه. للاسف ظاهره خطيره دكتور محمد. بدات تنتشر ان فكره يعني اي وجع اروح على طول اخد مسكن، وعلى المدى الطويل ده بيأثر على الكبد بشكل. يعني اقول لحضرتك كمان، انت حضرتك اثرت قضيه مهمه. احنا البلد مصر بقت من اكبر الدول اللي فيها اللي افسدت المضادات الحيويه. صحيح صحيح. ليه؟ لان كل واحد بيسخن يروح يجيب مضاد حيوي، وياخده يوم او اتنين المضاد الحيوي ده البكتيريا عملت مناعه لانها ما خدتش ما اتعاملتش بكميه وافيه او بنوع معين، فاصبح عندنا خسرنا كتير من الادويه في مصر. صحيح صحيح. كميه كبيره احنا عندنا في المرضى بتوعنا في الكبد في الزرع، بنيجي نعمل مزارع نلاقي البكتيريا الموجوده ما مش حساسه لاي مضاد حيوي. صحيح. لان المضاد الحيوي فقد فعاليته بسبب الاستعمال الخاطئ. صحيح. وده موضوع خطير جدا يجب نقف عنده. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الوهاب رئيس الجمعيه العالميه للكبد، وكلام مهم جدا جدا للحفاظ على المصنع الاهم في جسم الانسان الكبد. بنتمنى يا رب كده صحه وعافيه لكل مشاهدينا، وناخد بالنا من قصة الأدوية، المسكنات أو المضادات الحيوية أو غيرها من الأدوية لا نلجأ إليها إلا باستشارة طبيب، وفي بعض الحالات فقط، مش للأسف الشديد كده عمال على بطال أي إحساس بوجع أقوم واخد مسكن. بشكرك شكرا جزيلا.